What is the direction of the induced current in the circular loop due to the current shown in each part of the figure واكسبلين why. في الشكل الأولاني الـ I constant وطلع لفوق تيار لفوق، فالإبهام مع التيار يديني magnetic field داخل على اللوب، ادي البي، البي از انتو بيج، الاي از كونستانت، البي اند فاي ار كونستانتس، وبالتالي no induced current. لما يبقى الـ I constant، الـ P constant، الـ Phi constant، لأن الـ area constant وما بتتحركش وزي ما بتتغيرش. طب الشكل الثاني ده الـ R اللي تحت، وبالتالي magnetic field اللي جوه الصفحة عند الرينج، هنا كان لفوق فجوه الصفحة، هنا لتحت فجوه الصفحة، في الحتة دي ال B is into page I is decreasing B and Phi are decreasing induced current should increase B and Phi. هيزود بيه عشان يزود الفاي لان الاي كونستانت. طيب يبقى ازاي؟ لو كان عكس عقارب الساعه يديني ماجنتيك فيلد البر، ده يقلل اكتر، يبقى لازم يكون مع عقارب الساعه، يبقى كلوك وايز. ليه كلوك وايز؟ لان كده هيزود يديني ماجنتيك فيلد لجوه، يزود البي اللي هي عماله تقل نتيجه نقصان التيار. هنا التيار اهو رايح كده، فالماجنتيك فيلد اوت اوف بيج والتيار بيقل، يبقى بي بيقل، يبقى بي از اوت of page and decreasing phi is decreasing induced current should increase b and phi. وبالتالي لو عكس عقارب الساعة يديني ماجنتيك فيلد البر، يزود البي اللي عمالة تقل. معنى كده لازم يكون عكس عقارب الساعة عشان يزود البي، يبقى معنى كده counter clockwise.